مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن المواجهات في تعز وتوسعها إلى المناطق الريفية في المحافظة. في تعز لا مكان يقع خارج حدود المعركة، المعركة التي انتقلت من داخل أسوار المدينة إلى المناطق البعيدة في ريف المحافظة تبدو ذات هدف واحد بالأساس، خنق تعز وإبقاؤها تحت رحمة قذائف الميليشيا التي تصليها منذ أكثر من عام ونصف. وأمام ضعف تجهيزات الجيش الوطني والمقاومة، تتقدم ميليشيا الحوثي والمخلوع بشكل يومي، وخلال الأيام الماضية سيطرت على مساحات واسعة في ريف المحافظة، قاطعة الطريق التي تربط تعز بالمحافظات المجاورة ومقتربة أكثر من المناطق التي تسيطر عليها السلطة الشرعية. فيما يبقى السؤال معلقا منذ عام ونصف، أين هي السلطة الشرعية مما يحدث في تعز؟ تفاصيل ما يحدث في ريف تعز وكيف تتعامل السلطة الشرعية مع هذا الملف سيكون محور حديثنا لهذا المساء من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. لا ماء في الضباب يسقي الظامئين الفارين من جحيم المدينة، ولا قمر يطل على حيفان لينير درب الساهرين كما تخيلها يوما عبد الله عبد الوهاب نعمان. بل ريح سموم تحملها الدبابات وآلة الموت التي تقصف القرى والمناطق العالقة في الجبال. يقول الأهالي إن الحرب استنفدت طاقتها في المدينة وامتدت إلى الريف، حتى فاض الريف بنارها وبارودها. في التفاصيل أن خارطة المعارك تشمل معظم مديريات ومناطق محافظة تعز الريفية، وبحسب آخر التطورات العسكرية فإن الميليشيا أحكمت سيطرتها على منطقة الحكوم التابعة لمديرية حيفان، وهي منطقة تطل مباشرة على هيجة العبد التي تفصل خط تعز عدن آخر منافذ المحافظة. لكن الجيش الوطني والمقاومة أعلن حالة الاستنفار في هذه المديرية بعد أن وصلت حملة عسكرية كبيرة لهم إلى التربة بهدف تحرير منطقة الحكوم. أما في الأقروف فقد تقدمت قوات الجيش والمقاومة إلى مشارف مديرية دمنة خدير بهدف قطع خطوط إمداد الميليشيا. وفي الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم تستعير المعارك التي تشارك فيها مقاتلات التحالف، كان آخرها غارة جوية استهدفت تجمعا للميليشيا في قرية الشرف. في مناطق التماس بريف تعز يتنقل المواطنون بين القذائف غير آبهين، كيف يهزم هؤلاء؟ سؤال لا يمكن إبعاده عن عقل من يرى المشاهد اليومية على خط النار وداخل مدينتهم المحاصرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع قائد اللواء 35 المدرع العميد الركن عدنان الحمادي من تعز. مساء الخير سيادة العميد. يا مساء النور، حياك الله وحيا الله كل مشاهدينا. اهلا ومرحبا بك سيادة العميد. اذا وضعتنا في البداية بصورة المعارك التي تدور الان في مديريات في جنوب تعز في حيفان والصل وتلك المناطق، ضعنا بالصورة الاوضح عما يدور الان من معارك هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء 35 مدرع والمقاومة الشعبية المنضوية في اطار اللواء 35 مدرع يخوضون معارك شرسة مع العدو في عدة مناطق أو في عدة مديريات، منها الأقروب تابع مديرية المسراق، وكذا في منطقة الشقب اللي ذكرتها في تقريرك اللي تتبع مديرية صبر. في هذه المنطقة بالذات في الأقروب دارت معارك شرسة، استطاع رجال الجيش الوطني والمقاومة الاستيلاء على بعض المواقع الهامة. نعم. وأيضا في منطقة الشقب استطاع المقاتلين في تلك الجبهة باستعادة تبة مهمة اللي هي تبة الصالحين في هذه المنطقة. في المنطقة المجاورة لها على طول منطقة مديرية الصل برضو تدور معارك شرسة، واستطاعت قواتنا تثبيت العدو ومنعهم من التوسع في هذه المديرية. نعم. ومتمسكة في مواقعها قواتنا وتدخل ايضا واسناد جوي من قوات التحالف مستمر خلال اليوم وامس واليومين الماضيين، ايضا قدم اسناد جوي وعده ضربات جويه موفقه. نعم. استهدفت بعض العربات والاطقم العسكريه. نعم. وايضا في مديريه حيفان وبالذات منطقه الحكوم استطاع العدو الوصول الى بعض التباب او الهيئات التي تطل على هيئه العبد، لكن هذه التباب لا يستطيع الثبات او البقاء فيها بالذات نعم. المناطق الحصينه وذات الاهميه العسكريه مسيطر. نعم. عليها رجال الجيش الوطني اللي هي في مناطق. نعم. شرقب والحكومه. نعم. مناطق نعم سياده قطع الطريق. نعم. هيئه العبد
أمس صباح أمس، وليس العدو استطاع الوصول إلى هذا المكان، لكن عملاء له من داخل المنطقة وضعوا عبوات متفجرة وفجروا إحدى العبارات، وإن شاء الله سيتم إصلاحه في الأيام القادمة. نعم، ربما هذا هو السؤال الأهم سيادة العميد، فيما يخص قطع الآن الإمداد، ربما الخط الوحيد الذي كان يصل محافظة تعز ويربطها بمحافظة لحج وعدن، قطع هذا المكان، وكما تحدث بقطع أحد الجسور التي تربط بها بالتعاون مع أهل المنطقة. دوركم الآن، هل سيتم إعادة فتح الطريق؟ مقدار جاهزيتكم في يعني استعادة هذه المواقع المهمة وفتح الطريق من جديد؟ إن شاء الله، إن شاء الله نحن في هبة الاستعداد، وإن شاء الله سيتم فتح الطريق أو ترميمه بالأصح، الذي القصر الذي تم تفجيره، وأيضا سيتم مطاردة العدو وقتاله حتى نحرر المناطق التي تم الاستيلاء عليها في مناطق الحكوم من قبل رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأيضا بدعم لبعض الوسائل والأسلحة الذي تقدم هذه المعركة من الأقوات في الجيش الوطني والمقاومة في تعز. نحن شركاء في هذه المعركة. معركتنا بدأت مع العدو، ومعارك التحرير إن شاء الله ومعارك حسم النهائية إن شاء الله بدأت، وإن شاء الله ستتحرر تعز وتتحرر ريشها بمدينتها وأيضا اليمن كامل. نعم سيادة العميد، ربما هناك لوم عليكم سيادة العميد، معذرة على المقاطعة، هناك لوم على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز بأنها دائما تخضع لردة الفعل. الميليشيا ربما وصلت إلى هذه المناطق في ضبي عبوس، في حيفان، وايضا في الاحكوم وفي الصلو، وفي يعني كنتم ربما لا يعني تسيطرون على هذه الاماكن او لا يوجد لكم تواجد فيها، وهي ما سمح للميليشيا ان تسيطر عليها بهذه الصوره السريعه والسهله، والان تبحثون عن استعادتها. لماذا لم يتم تامين هذه المناطق قبل وصول الميليشيا؟ شوف يا اخي، المناطق هذه مثلا مديريه حيفان، المعارك استمرت فيها منذ سنه تقريبا، والمعركة الأخيرة استمرت أكثر من 25 رمضان حتى سقطت المواقع الأخيرة التي كانت تواجد فيها المقاومة والجيش الوطني. والمعارك دائما والحرب هي كر وفر، وتعتمد على من في يده الإمكانيات تستطيع الثبات والبقاء. أنت تسيطر على مكان معين تستطيع الصمود فيه والثبات فيه إذا توفرت لك كل الإمكانيات من أعداد وذخيرة وأسلحة مناسبة. تفهم أنت ما معنى كلمة أسلحة مناسبة؟ نعم. ما نمتلكه هو أسلحة بسيطة ومتوسطة، ويكفي أن الناس قاتلوا في هذه المناطق وصمدوا لفترة طويلة، وعندما تتوفر لهم الإمكانيات التي تقول أنه كيف لا نؤمنها، تم تأمين هيئة العبد بعد سقوط حيفان، تم وضع مواقع، بس عدم التكافؤ في السلاح. يعني لا زال الاحتياج كبير ربما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز في الأسلحة، رغم كل التصريحات التي يتحدث فيها بعض يعني من تحدث باسم التحالف العربي بأن تعز يصلها كل الدعم الكافي. ما هي الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني في تعز؟ أنتم تعلمونها ومراسلكم هم يدوروا كل الجبهات وعارفين ما هي الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني في تعز وستم الجيش الوطني في محافظة الأخرى. نعم، الجيش الوطني لا يمتلك إلا أسلحة للدفاع عن النفس، للدفاع المستميت. إحنا عندما تسقط المواقع نقدم الضحايا الكثير، كثير من الشهداء، كثير من الجرحى، من أجل إيش؟ هذه من أجل قضية نحملها. من أجل بلادنا، من أجل مناطقنا، من أجل ريشنا. سيادة العميد، المنطقة سيادة العميد، المنطقة العسكرية الرابعة، يعني الدعم ربما انقطع تماما بينكم وبينهم، ولا يوجد أي تواصل، ولا يوجد أي يعني اهتمام أو إشراف أو تواصل من قبلهم معكم، حتى كما تعلم الآن بدأت الميليشيا ربما تطرق أبواب المناطق التي تسيطر عليها الشرعية في محافظة لحج ويعني المحافظات المجاورة لتعز. لنا تواصل منذ عام كامل من بعد تحرير المناطق الجنوبية وبالذات عدل مع المنطقة الرابعة، ولكن للأسف لم يعني نحصل منهم على طلقة واحدة رصاص وكلمة هذا، وأنا مسؤول عن كلامي، ولا قطعة سلاح واحدة، بحجة أن لا يوجد لديهم إمكانيات تستطيع تقديمها لنا.
نعم. الآن بعد إعلان رئيس هيئة الأركان انطلاق عملية عسكرية واسعة، بعد وصول نائب الرئيس إلى مأرب، وهناك تحركات جادة ربما هذه المرة للتحرير العديد من المناطق، وذكروا أنها من ضمن الخطة أيضا تحرك عسكري في تعز، ووصول يعني المتحدث باسم الجيش الوطني إلى تعز خلال اليومين، هل هناك أي دعم وصلكم؟ هل هناك ربما يعني سيحدث في تعز تغير ما في دعم المقاومة والجيش الوطني والجبهات؟ إن شاء الله الأيام القادمة ستظهر الكثير من الأشياء. في هناك دعم، في هناك كذا، إن شاء الله سيتم توزيعه على الوحدات العسكرية وعلى المقاومة في تعز. أيضا المقاومة والجيش الوطني في تعز بالذات بدأوا عملية التحرير بوسائل الموجودة والمتوفرة لديهم، ومنتظرين إن شاء الله للدعم القادم. وأيضا أكد لنا الأخ المحافظ أن هناك دعم، وإن شاء الله نستقبله في الأيام القادمة، وستكون المعركة النهائية والفاصلة إن شاء الله. نحن واثقين برجالنا المقاتلين في الميدان، وأيضا بأشقائنا وأخواننا في دول التحالف العربي، المملكة العربية السعودية، وكذلك ملك سلمان، وأيضا دولة الإمارات المتحدة. نعم سيادة العميد، أختم معك بسؤال أخير. ربما هناك تخوفات وأيضا قراءات من البعض يقول بأن تحركات الميليشيا في ريف تعز مؤخرا بهذا الشكل الكبير يهدف إلى تشتيت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وسحب قواتها من المدينة، بما يسمح يعني الهجوم على المدينة والسيطرة عليها من جديد. ما صحة أو كيف تقدر فعلا مثل هكذا توقع؟ شوف، نحن كعسكريين إنه انتشار العدو في مناطق واسعة تسهل عملية إنهاءه، وأيضا إلحاق الهزائم فيه، وأيضا سهولة قتله عندما يخرج وينتشر أفضل مما يبقى يجمع في منطقة واحدة يستهدف مكان واحد. فهذه ظاهرة صحية، إذا توفرت الإمكانية اللازمة إن شاء الله ستكون ظاهرة صحية 100%. أشكرك وتساعدنا في عملية التحرير. أشكرك جزيل الشكر العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، كنت معنا من تعز. وينضم إلينا أيضا من تعز المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور والشكر لك، وأيضا للعميد الحمادي قائد اللواء 35. نعم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الهادي. هل تتفق فعلا مع ما طرحه سيادة العميد عدنان الحمادي بأن انتشار الميليشيا في ريف تعز بهذه الصورة ربما يسهل القضاء عليه؟ إلى حد كبير، هذا من الناحية العسكرية كما يطرح الخبراء العسكريين. نعم، لكن الانتشار الكبير كان كما طرحت سؤالك تماما، منه حيث يمكن المقاومة من التركز داخل المدينة وأطرافها والمناطق الجبلية، وبالتالي ألقرها إلى مناطق الأطراف. هنالك حالة عند قراءة المشهد العسكري لتقدم الميليشيات في تعز، يلاحظ أنها تأخذ يعني حالة من الشرق والغرب للمحافظة، تمتد في النصر في الغرب مباشرة من أقصى شمال المحافظة إلى أقصى جنوبها على خط أقصى جنوبها الغربي على البحر الأحمر، وتمتد في المنطقة الشرقية من الحوبان والمنطقة الفاصلة ما بين محافظة إب وحتى كرش الراهدة، والآن تقدمت باتجاه مديرية المديرية الجنوبية الشرقية من محافظة تعز مديرية حيفان. نعم، إذن يعني هذه القراءة التي تتحدث عنها ويعني تتفق مع سيادة العميد عدنان الحمادي، لكن ربما الكثير يتحدث بأن من يسيطر أكثر ربما هو تكون له الكلمة يعني القوية في المحافظة. يعني انتشار الميليشيا والسيطرة على العديد من المساحة الواسعة في ريف محافظة تعز ربما يعني يضيق الخناق على المقاومة الشعبية والجيش الوطني ويحصرهم في المدينة، ومن ثم يسهل بعد ذلك اسقاط المدينة. المسألة ليست فقط بالنسبة للمدينة، هنالك سعي لكيفية حصار المدينة من الجنوب كما هي محاصرة من الشمال والشرق والغرب. اليوم يجري الاتجاه لحصارها من الجنوب بعد أن تبين أن حصارها من الضباب لم يكن كافي، خصوصا بعد تحرير جبل صدر الذي وجدت عبره ممرات، ومع ذلك يسعى الحوثيين إلى تضييق الخناق من الشريان الجنوبي بقطع خط التواصل بين محافظة تعز ومحافظة لحج. هذا التوغل الهدف منه هذا الشكل،
وأيضا حماية الخط الممتد من الحوبان إلى منطقة كريش حتى لا تستغل المقاومة المنطقة الجبلية في قطع هذا الخط وبالتالي طرح حصار على تقدمها نعم. في جنوب الشرقي لمحافظة تعز. هذا جزء. الجزء نعم. الآخر أيضا تحاول إيصال رسالة للعالم كلما زاد الضغط على صنعاء تعتبر هي عقدة المنشار للمحافظات الشمالية جميعا هي منطقة تعز باعتبار أن إمساكها بتعز يعطيها فرصة في الدفاع عن صنعاء لأنها لو فقدت تعز قد تتحاصر صنعاء من الجنوب كما هي محاصرة من الشرق. هذا نعم. بحساباتها باعتبار أنها محافظة تعز وبالتالي ما يتبعها امتدادتها في محافظة أبو الحديدة كأذرع للمحافظة قد تستغل كمخزن بشري في حصار مدينة نعم. أو حصار كنعان. نعم أستاذ عبد الهادي تكرم بالبقاء معنا نشارك معنا في الحديث أيضا سيادة العميد سمير الحاج المتحدث باسم الجيش الوطني. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور أخي العزيز. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. ربما الخطر هذه المرة أكثر من أي لحظة مرت بها تعز. الميليشيا تريد قطع الشريان الحياة الوحيد الذي رغم وعورة الطريق وصعوبته إلا أنه لا زال هناك متنفس لتعز ويصلها الأدوية أو الاحتياجات الضرورية. أين أنتم من كل ما تقوم به الميليشيا في ريف تعز وانتشارها بهذه الصورة؟ هناك غياب شبه كامل لدور الحكومة والتحالف في دعم الجيش الوطني والمقاومة وربما هذا هو السبب الرئيس في عدم يعني قطع يد الميليشيا في التوسع أكثر في تعز. عليك حال أولا شكرا لك أخي الكريم وقناة بلقيس المناضلة والحقيقة الشرعية والثورة استطيع أن نقول وشكرا أيضا لضيفك الكريم الأستاذ عبد الهادي العزيز. لكني ربما دعني أختلف قليلا فيما طرحت. تفضل. تعز أولا يجب أن نأخذ يعني معنى واحد أن تعز لن تسقط ولن ترضخ ولن تحاصر مهما فعل الانقلابيون. نحن نعرف وندرك أهمية بلدنا ومن ثم ربما لا شك يعني أستاذ سمير لا شك مما قلته ويعرف الجميع ويعرف اليمنيون ويعرف القاصي والداني حجم التضحيات الكبيرة التي تقوم بها تعز. لكن إلى متى سيستمر هذا النزيف وهذه الدماء وهذه التضحيات الكبيرة في تعز وسط الخذلان الكبير من الحكومة والتحالف؟ اولا ربما دعني ولن اختلف معك تماما بان هناك خذلان من التحالف والحكومة. هذا الكلام أنا أرجو كقناة بلقيس القناة المحترمة الحقيقة ألا تكرر مثل هذه العبارات. أنا هنا موجود الآن في تعز في محافظة تعز نعم. كمستشار لرئيس الأركان وناطق باسم الجيش اليمني. أنا أدرك ربما أكثر من غيري بل أقول أنه يعني نحن أبناء تعز دائما نقل ونحترم ونقدر من يمد يد العون لنا ويساعدنا ويساندنا. نعم. اليوم الطيران لم يتوقف بالأمس الطيران لم يتوقف الدعم بإذن الله تعالى مستمر من اليوم الأول. أنا الذي أقوله إذا كنا بحاجة إلى أشياء أخرى أو إضافات أو أمور ربما لم تصلنا لكن لا يعني هذا إطلاقا أن التحالف لم يدعم أو أن التحالف لم يقوم بواجبه معنا في محافظة تعز. ربما حصل إشكال كبير بالنسبة لنا الآن نحن نتلافى في توحيد صفوف المقاومة في ترتيب الجيش الوطني في ضم المقاومة للجيش الوطني في العمل بشكل منظم ومرتب. كل أبناء تعز يقفون على قلب رجل واحد. اليوم نحن في معركة المثير. أرجو أن نتحدث عن بإذن الله تعالى النصر القادم الذي ننشده. لن تحاصر تعز إذا كان لم يستطيع أن يحاصرها على بعد أمتار وهو يقف بجانبها ناهيك أن يأتي إلى بعد عشرات الكيلومترات ليحاصرها. أبناء تعز يقظين، أبناء التربة يقظين، أبناء المناطق التي تقع عليها هذه الخطوط يقظين. الجيش الوطني يتحرك اليوم القيادة بكاملها أقول لك تحركت من داخل تعز إلى هيئة العز بقيادة قائد المحور قادة الألوية العميد عدنان العميد الشمساني الجميع يتحرك. لا نعم. هناك يعني أنا أرجو أن تساعدونا في نحن معكم سيادة العميد برضو يعني سيادة العميد نحن كما تعلم نحن معكم ونحن نساند الجيش والمقاومة وهذا يعني ربما من أولوياتنا ومهامنا يعني مساندكم في هذا اللحظة. لكن برضو الكثير يتساءل ويستغرب مما يدور في تعز. يعني قبل قليل العميد عدنان الحمادي قبل قليل يتحدث بأنه ليس الدعم الكافي ولا يمتلكون الأسلحة النوعية التي
تقابل الأسلحة التي يمتلكها الطرف الآخر، وهنا ربما هي الجزء الكبير من المشكلة التي تعيق عدم تقدم الجيش في تعز. أنا لا أتمنى أن لا يكون هذا حديث العميد عدنان، لكن إذا كان تبطال فربما في رأسي معطيات أخرى. أنا بالنسبة لي أتحدث معك بأن حتى العميد عدنان حمادي اليوم في ساحة المعركة، اليوم يتحركون القيادة وليس الأفراد إلى هذه المناطق لمنع أي حصار لمحافظة تعز. الذي أريد، وأنا أعرف أن قناة بلقيس هي يعني أعتبرها قناة رديفة للشرعية وللجيش الوطني ولمقاومة اليمن بشكل عام، وبالذات مقاومة تعز وجيش تعز، نعم. لكنني أريد بس أؤكد على بعض المفاهيم التي ربما تؤدي إلى إسقاط نوع من الحرب النفسية التي لا ندركها وتؤثر على روح المواطنين وروح الجيش الوطني وروح المقاومة. المقاومة أؤكد لك في كامل جاهزيتها بكامل معداتها، الإخوة في التحالف لم يقصروا في أي شيء وهم لا زالوا معنا على الخط، ربما على مدار الدقيقة لم يكن الساعة يشعرون بضيق الخطر وصعوبته وأيضا صعوبة ما يعاني أبناء تعز. نعم. أنا لا أشكرك على تفاعلك، لكنني أريد أن أؤكد أننا الآن في مرحلة الحسم بإذن الله تعالى والانتصار الكبير وفك حصار تعز بإذن الله من كل نعم مناطق. سيادة العميد، يعني هذا ما نتمنى وهذا ما يعني يتمنى كل يمني وكل أبناء محافظة تعز، وهو الفرج القريب، وأن تكون هذه المرة غير سابقاتها من المرات السابقة، وعودتك ربما تشكل فارق، وأنت يعني أتيت من يعني كنت مع التحالف ومع رئيس هيئة الأركان ومع نائب الرئيس، والآن الجميع يعني ينتظر اللحظة التي تتنفس فيها تعز. هل نستطيع على هذه المرة أن نأخذ منك وعدا بأنه لن يعني ما سيحدث في قادم الأيام في تعز على وجه الأرض سيكون مختلف تماما عن ما حصل سابقا؟ بإذن الله أعدك بذلك، بإذن الله. أنا أقول بهمة الرجال بقوة أبناء تعز بدعم إخواننا في التحالف، أعدك بأنه قريبا إن شاء الله يتغير المشهد ونسير في طريق. نحن طبعا هم أبناء تعز لم يتوقفوا عن القتال والمحاولة، لكن اليوم أقول أن العزم أكبر وأن العزيمة أكبر وأننا سنصل قريبا إلى مشهد إن شاء الله تتصل في المرة القادمة، ويكون تباشير النصر قد تمت على أرجاء تعز في كل مداخل الشمالية والجنوبية والغربية. الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. عودة أخيرة إذن للأستاذ المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، هل أنت متفائل بعد أن سمعنا هذه التبشيرات وهذا يعني ربما الاستعداد الكبير من قبل الجيش الوطني والدعم كما تحدث المتحدث باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج؟ أستاذ عبد الهادي، إذا يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الهادي العزعزي. إذا ربما كانت رسائل واضحة من الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج بأن التحرير قادم وأن تعز يعني الآن ترتب للحظات الأخيرة لحسم المعركة وفك الحصار عن تعز، بإضافة ومساندة من التحالف العربي ومن الحكومة الشرعية والجيش الوطني، كما هو أيضا الحال في معظم الجبهات الأخرى كما يحدث في الجوف وفي نهم في صنعاء وفي مأرب وفي حرض وميدي. ربما هناك عمليات واسعة كما تحدث أيضا رئيس هيئة الأركان وصرحوا فيها، وأيضا كانت لقاءات كبيرة لنائب رئيس الجمهورية في هذه الأيام في محافظة مأرب ولقائه في قادة المناطق العسكرية والوحدات وقادة المقاومة الشعبية للانطلاق بعملية تحرير ربما ستنتهي في صنعاء وعودة الدولة. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. الشكر لمعد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني، حتى الملتقى في حلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.